في الموطأ. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اللهم أصلها يا الله، فحذفت الياء من أجل أن يبدأ باسم الله عز وجل، وعوض عنها بالميم، وجعلت الميم في آخر الكلمة. لا تجعل، لا هنا نهي جزمة الفعل المضارع، لكن تعلم أن النهي عند علماء الشرع وعلماء اللغة أنه هو طلب الترك من الأعلى إلى الأدنى على وجه الاستعلاء، كما يقول الوالد لولده لا تفعل هذا، هنا نهي له. لما؟ لأن مرتبة الأب أعلى من مرتبة الابن، لكن هنا هو طلب من المخلوق، يكون المطلوب الله الخالق، ويوجه طلب الترك من المخلوق إلى الخالق من الأقل إلى الأعلى، لا يمكن. ومن ثم فإن أهل اللغة يقول البلاغيون، يقول: قد يخرج النهي عن هذا لعدة اعتبارات، من بين هذه الاعتبارات الدعاء. إذن هنا اللا دعائية، ليست ناهية، وإن كانت تأخذ حكم النهي من حيث الإعراب فيتزم الفعل المضارع، لكن هنا ليس نهيا من المخلوق لله عز وجل، وإنما هو دعاء. وهذا كقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. فيكون النهي خارجا عن أصله لعدة اعتبارات ذكروها رحمهم الله. لكن الذي يهمنا هنا أن من بين الاعتبارات هو الدعاء: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فالوثن يختلف عن الصنم باعتبار أن الوثن أعم، أما الصنم فأخص. فالصنم يطلق على المعبود الذي له صورة، وأما الوثن فيشمل المعبود من دون الله سواء كان منحوتا على صورة أو لم يكن. ولذا فإن الصنم يطلق عليه وثن، بينما الوثن لا يطلق عليه صنم. وقوله عليه الصلاة والسلام يعبد، هذه صفة، ولكنها ليست صفة عند النحويين أو في اعتبار عرف النحويين، وإنما هي صفة عند علماء الأصول، ويسمونها بصفة كاشفة، بمعنى أنه لا مفهوم لها، وإنما يكون هذا من باب بيان الواقع. وذلك لأن الوثن متخذ من أجل ماذا؟ من أجل أن يعبد. ولذا لو قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا، لكان الحكم هو نفس الحكم، لأن الوثن يتخذ من أجل العبادة، فهذه لا مفهوم لها. فقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، يعبد صفة كاشفة فلا مفهوم لها. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اشتد أي عظم غضب الله، فيه إثبات صفة الغضب لله عز وجل بما يليق به. ويستفاد من قوله عليه الصلاة والسلام اشتد غضب الله، استفاد منه أن غضب الله عز وجل متفاوت، ليس في درجة واحدة، فكلما عظم ذنب المخلوق كلما كان الغضب أشد. وإذا كان الأمر كذلك، فإن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد من أعظم الجرم ومن أعظم الذنب. لما؟ لأنه قال اشتد غضب الله ولم يقل غضب الله. لماذا اشتد غضب الله؟ بأن الجرم الذي أتى به هؤلاء جرم كبير خطير عظيم، على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. مر معنا أن اتخاذ القبور مساجد نوعان، إما أن يكون حسيا وهو بالبناء عليها، وإما أن يكون معنويا وهو بالتعبد لله عز وجل عند هذه القبور. هذا الحديث مرسل لأن سنده ينتهي إلى عطاء ابن يسار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان مرسلا فإنه مرسل تابعي، ومراسيل التابعين كما سبق ضعيفة، ليست كمراسيل الصحابة رضي الله عنهم في حكم المرفوع.
فيكون هنا علة في هذا الحديث وهو علة الإرسال. لكن جاء الطرق تدل على أن عطاء سمعه من أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء أيضا مثل هذا النص أو قريب منه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فارتفع بحمد الله للإشكال.